صحيح من الغلط ولا الغلط من الصحيح؟ صحيح من غلط. مقرونة أمي أبن مقرونة في العالم، ودع المقرونة هذيك وما كلت أمك ويا من عاش للعطل. على حساب هذايا كان منولي نقاقي من ماكلة العظم، شكون بيا كي نمرض ويجيب لي الدواء للفرش؟ كيفاش باش نغسل ونحدد حوايجي ونخيط لقفالي والعطفة وحدي؟ تيانا قبل في دارنا خبزي مخبوز وزيتي في الكوز ويدوب اللحق على القراية متاعي. استنى استنى، والفازة الأخرى عاد كيفاش باش نسكن فرد بيت مع حد ما نعرفوش كي يطلع لي على مراد الله؟ وهك المصروف عاد يلزم يكفيني لآخر الشهر معناه، وفرضا ما كفيش المصروف نتشرد يعني؟ عندك حق تخمم هكا، حتى هي أول مغامرة وأول خطوة تحطها في العالم من الباب الكبير. أما قبل ما تبدأ تبني وتعلي في الأفكار الغالطة، خليك معايا نعطيك الصحيح من الغلط باش نعاونك على تجربتك الجديدة. أول صحيح إنك تنطلق في التجربة هذه من فكرة الفرصة اللي جاتك باش تعمل على روحك وتكتشف في روحك شنو تنجم تعمل من غيرك السيبورت المباشر متاع العائلة ليك. الطيب وتغسل وتنظف وتقتصد في المصروف وتعمل هذا الكل وحدك، وممكن ياسر تكتشف اللي انت الطيب مقرونة معتبرة. ثاني صحيح انك ما توقفش قلبك من الطلبة اللي باش تتعرف عليهم جدد. قال شنو؟ قال الدنيا خايبة وما تعطي الأمان لحد. هذا راهو يخليك عايش في رهبة وشك ديما، وما تبديش عادة تفعل في حكاية الجهويات. هذو مباهين خاطرهم من غادي، هذو مخايبين خاطرهم من غادي. نقول لك حاجة، الباهي والخايب في كل بلاصة، كل موقف يصير لك مع العبيد راك باش تتعلم منه، وتو تولي فايق كل مرة أكثر وتعرف كيش تتصرف بذكاء. ثالث صحيح انك تستغل فرصة الفوايي باش تخرج من القطن ومن الكمفورت اللي انت متربي فيه، وربي فضلنا والدينا وعزهم ودلالهم. اما شوية مرميد ما تعمل شيء، بالعكس خليك قادر انك تتأقلم مع برشا وضعيات. نرجع لك للتمرميد، نعرفها قعدت في بالك الكلمة ذيك. ما تخافش، المقصود بها انك تاكل البيت وتاكل المعلب كان موجود وتاكل اللي ما تحبوش جست أعطيك تشبع. إنك زادة تعدي رمضان بعيد على العائلة، إنك تمرض بسم الله عليك وتهز روحك وتقوم، إنك تضعف وتحب تشكي لداركم كي تكلمهم وتشد روحك باش ما تحيرهمش، إنك تحتاج فلوس وما تلقاش، ومن الأخر وقت ما تحب تدلل وإلا تدلل على شكون وما تلقاش. وتعرفوا حاجة، تجربة المبيت خرجت برشا سكيلز عند برشا طلبة باش يفهموا الدنيا خير نهار آخر، وخرجت علاقات متاع صحبة وعشرة ما تتشريش بفلوس الدنيا. وهذا الصحيح من الغلط.